وينضم الي عبر الهاتف المتحدث او الناطق الرسمي باسم القوة المتحركة سليم قشوط. سيد قشوط ارحب بك. اهلا بكم، اهلا بالمستمعين. اطلعني عن الوضع الميداني بعد اشتباكات قصر بن غشير وايضا محيط مطار طرابلس وضواحي المطار. اليوم تقدمت عدة محاور للقوات الوفاق الوطني، تقدم محور المطار الى باتجاه المطار، تم السيطرة على كوبري المطار، وانسحبت قوات ميليشيات حفتر الى بداية المطار، وكذلك قوات الوفاق الوطني تقدمت من كوبري الزهر الصمافر والرملة في تمركزات جديدة، والتحمت مع كوبري طريق المصر. وكذلك أثر هذا التقدم لقوات الوفاق الوطني بالضغط على قوات الوفاق الوطني المتواجدين في منطقة بويشة، فتسبب في ذلك اشتباكات عنيفة بين ميليشيات حفتر، مما أدى إلى بعض الخسائر وبعض الجرحى في هذه المعارك. ومن تم تقدم الوفاق الوطني واحد التمركز الجديدة في محيط، يعتبر منطقة طويشة محيط المطار، ما يقارب الطريق الرئيسية لمنطقة السباع. طيب سيد قشوط، ما حصيلة هذه الاشتباكات؟ والله تواردت بعض المعتقدات ان عندهم عدد لا باس به من القتلى والجرحى، واحنا ونحن ايضا عندنا بعض الجرحى، يعتبر جرحى خفيفه ليس بالضرير الكبير. وكذلك عندنا محور عذارة، تقدمت قوات الوفاق الوطني على قوات الميليشيات حفتر الإرهابية بالتفاف نوعي، وكانت التفاف ناجح. وردت لنا معلومات بأن حصيلة القتلى في تلك التفاف 15 إلى 20 شخص أو أكثر من ميليشيات حفتر تم القضاء عليهم. طيب هناك أنباء تحدثت عن إصابة القائد الميداني وعامل الكتيبة 166 محمد الحصاني، إذا كان لديك أي معلومات حول هذا الخبر. صحيح، أصيب محمد القائد الميداني محمد الحصان في ساقه اليمين من الأسفل، لكن إصابة خفيفة، وهو الآن مازال متواجد في ميدان القتال ومتواجد في حفلات كتيبته. أشكرك جزيل الشكر المتحدث الرسمي باسم القوة الوطنية المتحركة سليم قشوط، كنت معي عبر الهاتف.